في حال حصول البارتي على نتائج مرتفعة رح تشاركون ويا ليكتي؟ لو رح تتفردون بالقرار باعتبار انتو الأعلى أصواتا؟ يعني لو نرجع للانتخابات الماضية كان البارتي ممكن يعني يشكل حكومة بعدد كلش قليل، صوتين أو ثلاث أصوات أو إلى خمسة، ممكن خمس مقاعد يشكل الحكومة وينتهي، ولكن انتظر ستة أشهر إلى أن أتى معه الحليف أو الحزب الاتحاد الوطني وشكلوا حكومة مع التغيير مع بقية الاتحاد الإسلامي إضافة إلى بقية الأحزاب الموجودة. هذا ليس ديدا للديمقراطي الكردستاني أنه يتفرد، وهذه الاتهامات هي أيضا مكرر على مو ديدا، هو يقول لك أنت أتكون نتائج وأنت النتائج أعلى، أنا جايب أعلى المقاعد. شوفي ست فرح، أنا جايب أعلى المقاعد، من حقي اخذ رئيس وزراء، من حقي اخذ رئيس جمهوريه في بغداد، يعني هسه دوله القانون من جاب 90 مو اخذ رئاسة الوزراء، اكو حد ينافسه؟ ما ممكن. ليش؟ لانه يحكمك اولا الاعداد المقاعد الموجوده. طيب. وهذه انتخابات.